السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي المتابعين قناة معلومات وفنون. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أحلى أكلة كلنا بنحبها كبار صغيرين. الأكلة الرسمية في كل العزومات اللي مفيش حد يقدر يستغنى عنها جدا، اللي هي دايما تشرف العزومات. معانا النهاردة المكرونة البشاميل، أحلى مكرونة بشاميل تتاكل واحلى حاجه بتقدم في العزومات بتاعتنا. هنوريكم مع بعض النهارده وصفتنا، جميله جدا ومفيده. واهم مميز هذه الوصفه بتاعتنا ان هي خفيفه، نقدر نقول عليها بشاميل ريجيم، او ينفع اكتر لبتوع الريجيم. صحي جدا جدا، وحاول بقدر الامكان ان احنا نشيل منه الدهون. طبعا هي اكلة دسمة جدا، نضطر نشيل منها اي حاجة بحيث نخليها تنفع لفطار الرجيم. زي ما انتم شفتوا، احنا شفنا المكرونة بتاعتنا المسلوقة، دي اول خطوة بنسلق المكرونة. تاني خطوة معانا يعني اي حاجة اللحمة المفرومة، ده معانا هنا البصل بتاعنا كنا مفرزينه مقشره، ومعانا كيلو لحمة مفرومة، معانا التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، كيلو لحمه مفرومه، فلفل اسمر، التوابل بتاعتنا وجنزبيل وقرفه. هنعمل اللحمه بتاعتنا بطريقه صحيه جدا، قرفه مش هنحطها واحنا بنعصر اللحمه بتاعت البشاميل. بصل بودره، جنزبيل، مش هنحتاج اي هعملها بدون اي دهون، كوبايه ميه، ويا ريت بعد ما نسلق المكرونه بتاعتنا بنشطفها شطف جيد جدا جدا عشان نحاول بقدر الامكان نتخلص من الشوربه قدر من النشويات اللي فيها. ربع كوبايه الميه متوفره عندك الشوربه موجوده، يبقى الفايده اكتر ليكي والاولاد. مكرونه البشاميل الرجيم ميزتها ان هي ما فيهاش هنحط لها اي دهون، والاكل الصحي عامه المفروض نمشي عليه اي كله، مش بتوع الرجيم بس، عشان يبقى الاكل بتاعنا صحي، عشان برضو نقي اولادنا ان هم يتعرضوا بعد كده للسمنه. شايفين كده طريقتنا خفيفه جدا، ونحطوها اللحمه بتاعتنا هنا، بنضيف اللحمه المفرومه بتاعتنا وهنفضي، وهنضيف عليها البصل. لا هنشوح الاول سواء البصل مفرزاه او لسه فرماه او مقطعاه، بس انا بحاول بقدر الامكان اعمله رفيع جدا، يعني اعمله في الكبه بتاعتي رفيع جدا عشان اولادي يحبوا ملمس البصل في الاكل، فبحاول انعمه عشان ما يحسوش بيه. بس احنا كده ضفنا، هنحط اي دهون، كوبايه الشوربه. انا بس بستعين على الدهون بايه كده، بكون مجهزه معايا في ناس كوبايه او كوبايه الا ربع شوربه طماطميه، سواء بتكون جربان في الخلاط او صلصه بتاعتنا، او هنعصر اللحمه بتاعتنا وهتشكل مش كده، حسب الاذواق. الاكل كله اذواق، مخرزه وجميله وطعمها جميل. في ناس طبعا زي اللي بيعصج اللحمه كالطريقه العاديه، مش لازم عشان نقعد نعصج اللحمه بتاعتنا نحط لها كميه من الدهون. شوفوا انتوا اللي يعجبكم. كده اول خطوه معانا عملناها في البشاميل من غير دهون، بحاول بقدر ولسه الامكان، برضو يعني مش عشان مثلا بعمل اكل صحي في البشاميل نفسه احرم عيالي ان انا اعمل لهم مثلا مكرونه بشاميل، او اعمل لهم رقاق باللحمه المفرومه او جلاش. الكلام ده كله انا بعمله بس بحاول بقدر الامكان اشيل منه الايه، يعني الطريقه بتاعتنا دي ما فيهاش دهون، يبقى مستكفله بس بالدهون اللي في اللحمه، وادينا فيها نقلبها، يبقى برضو خفيت حاجه. زي ما انتم شايفين كده المقادير بتاعتنا كده سهله، ما فيهاش حاجه. نرفعها على النار، رفعناها زي ما انتم شايفين كده على النار مع التقليب المستمر، هنفضل نقلب فيها، ادينا فيها بالراحه كده، وهتبقى جميله جدا جدا ومخرزه، هتستوي ويبقى طعمها جميل جدا، وريحتها وريحه التوابل اللي فيها بتبقى خرافه. وعلى فكره طعمها بيبقى احلى بكتير، واللي جربها وتعجبه يحط لها دهون يدعي لي، لان الدقيق واللي شاف الفيديو ما بنحط لها سمنه او زيت على وهي بتتعصج. واللي ما اشتركش في القناه اول مره يشوفنا يشترك، فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان كل ما نعمل حاجه جديده توصل له باذن الله. هنقلب كده مع بعض ومخرزه، ونوصل للطريقه وبتبقى جميله جدا النتيجه النهائيه بتاعتها، وتشوفوها. جربوا الطريقه دي، قلبتها في بعضها اهي، وقولوا لي رايكم في التعليقات، عشان عايز اعرف رايكم ايه لما تعملوها. البصل فكت اهي على النار، انا ما بحبش البصل لما تفكش، عارفه الحاجه اللي بتفرز. اللي بيشاهد القناه بتاعتنا يعمل لنا لايك، طالعه من الفريزر كده من جنبها، واللي لسه مش شايف اول مره يشوفها وما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل حاجه جديده يشوفها. المكرونه بشاميل
جلاش ولو عجبتكم شيروها احبابكم اي نوع واصحابكم. حشوه بتحتاجي فيها اللحمه المفرومه، والتعليق مهم زي ما جدا قلت لكم، جدا اللي جدا بيحب عشان يحط لها اعرف طماطم الوصفه بتاعتنا عجبتكم يحط لها ولا ما مفيش عجبتكم. مشكله. الاكل اذواق، وطبعا الاكل اذواق. بص اللحمه اهي ممكن بدات الحاجه اللي تشوف السوا تعجبني اهي، واعملها الاكل اذواق، ما واللي تعجبش بيعجبني انا غيرنا، ما كل واحد يعجبكيش، بيعمل واللي الاكل بتعجبك ما يعجبنيش، بطريقته، وكل واحد ياكل ايه. احنا بنعرض الوصفه وهتلاقي كل واللي يجربها وصفه اكتر من ويحبها طريقه لاكتر من كان بلد. بيها، يعني كل واللي مش بلد حاببها بيعمل او وصفته كل مدينه وهو بتعمل مرتاح ليها نفسيا. الاكل بطريقه مختلفه عن التانية. اللحمه اهي بدات بصوا تستوي، متخرجت ازاي لما اللحمه استوت، بدات تنزل الصوص بتاعها. مخرزه بصوا هنا كده هي فيها لسه بدات شويه تنزل الصوص بتاعها مرقه هي او والبصله. شويه شوربه. انا هفضل اقلب لغايه ما ايه، افضل اقلبها لغايه ما السائل تشرب الموجود دوت ينشف. المرقه اللي انا حطها لها تخش على انا النار بكتر، دقايق، يعني بحط نص يعني لو كوبايه مرقه نزلت الساعه كده كوبايه الا ربع على تشتغليها مش حسب هتاخد الكميه اللي معاكي انت دقيقه. عاملاها. بمجرد ما تنشف السائل بتاعها استوت معانا اهي يعني انتوا خلاص. شايفين كده بصوا مخرزه ازاي، بصوا مخرزه ازاي، شايفين مخرزه ازاي بصوا وطريه، مخرزه ازاي مفيهاش كلات ليها ولا حاجه، ما تبقاش وريحتها ما اقولكوش عامله نافته زي ازاي، اللي بتعمليها بالايدين. تجنن. تعملي بيها وقتي. الدخان نازل طالع على الكاميرا كده، بس انا حابه اوريكم بيتعمل ازاي. انا ده عامله كيلو عشان تشوفوا الطريقه بتاعتها سهله هشتغل جدا، بنص واشيل النص التاني في وتعاملت الفريزر. اللحمه المعصجه واكون بعمل اكل اطلعه متعصب جاهز زي ما انتم شايفين كده من غير ما نحط اي دهون. يا ريت تكون الوصفه تكفينا بالدهون الموجوده في عجبتك. اللحمه نفسها. نشتري خطوه في البشاميل اللي بقى معانا، احنا قلنا البشاميل بتاعنا طلع اكتر من خطوه، ثالث خطوه هي خطوه البشاميل نفسه. احنا البشاميل بتاعنا هنعمله البشاميل برضو دايت، ده ملح، معانا اللبن بتاعنا ومعانا دقيق ومعانا ملح وفلفل اسمر. وانا بحب اعمل البشاميل بتاعي بالبيض عشان هبقى يعني ازود القيمه الغذائيه لاولادي، فكل حاجه بحاول احطها لهم، احط لهم لبن، احط لهم البيض عشان يبقوا واكلين اكله متكاملة. ادي الدقيق بتاعنا، حطيناه في اللبن، بنقلب في المضرب على السريع عشان ما يكتلش مننا، وحطيت الملح، فلفل اسمر. في اللي مش بيحب السمار ده بيبقى موجود في البشاميل عشان بيغير لونه شوية، ممكن يحط الصوص الابيض، بس الصوص الاسمر بصراحة بيدي الاكل طعم حلو اوي. احنا قلبناه كده اهو، كل ده على البيرد، احنا لسه بنعمل اكلنا على البيرد. قلبنا كويس جدا مع اللبن، حطينا له ملح وفلفل اسمر. لو حابه تضيفي كميه شوربه كمان برضو بتديها طعم جميل جدا. لو اولادك مش بيحبوا المرقه وانت عايزاهم يستفيدوا بيها، بتحط لهم شويه مرقه مع اللبن، بس بنبقى مصفينها طبعا علشان ما تعملش تكسيرات في البشاميل. كل ده حطيناه على النار وايدينا فيها بقى ما تتشالش خالص، ونقلب ايدك معاها. بصي بصي تخن ازاي على النار، ايدك في البشاميل وبتلف على طول وهو على النار، ومش بنحتاج يعني لا نار هاديه ولا الكلام ده، نار عاديه خالص. قوام قوام. انا مجهزه هنا البيض معايا، حط له ملح وفلفل اسمر، هضربه هنا بعد البشاميل بتاعي ما برد. ما ينفعش احط البيض والبشاميل لسه سخن عشان البيض ما يستواش فيه. بعد البشاميل بتاعي ما يبرد احط فيه البيض واقلب. زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعه حلو جدا، وطبعا الدقيق بتاعنا استوى واحنا بنحطينه على النار مع اللبن. زي ما انتم شايفين كده فايدته حلوه وقيمته الغذائيه كبيره. ادي المكرونه اللي احنا سلقناها وشطفناها شطف كويس جدا عشان نتخلص منين، من النشويات بقدر الامكان عشان الاكله بتاعتنا ما تبقاش دسمه. هحط جزء من البشاميل اللي انا عاملاه على المكرونه بتاعتي عشان البشاميل يبقى ايه مجنس فيها كلها كده، واقلب. بتدي طريقه جميله جدا جدا الخطوه دي،
تحطي البشاميل على المكرونه وتقلبي. كده انتوا شايفين كده بعد ما اقلبها كده كلها تكون كل المكرونه شاربه من البشاميل بتاعنا. بنجيب صينيه بنحط لها ماده دهنيه، ودي تقريبا الماده الدهنيه الوحيده الموجوده في الوصفه بتاعتنا. بعد ما ادهنها بماده دهنيه اخد جزء من البشاميل احطه في القعر بتاع الصينيه، احاول افرده بعدي الطبقه اللي تحت بتاعه الصينيه، واضيف المكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده هي ملفوفه بالبشاميل، اضيفها اسفل فيها قعر الصينيه، وابدا اضيف معايا اللحمه المفرومه بتاعتي، اغطي المكرونه بيها. بصوا طريه وحلوه ازاي ومفرفره كده ومخرزه، فردتها على الصينيه كلها. وبعدين ابدا بعد كده اغطي بطبقه ثانيه من المكرونه. بعد ما تغطي طبق المكرونه ابدا اخد البشاميل واغطي بيه. هنا زودت بيضتين كمان غير البيض اللي انا عملته، زودت بيضتين كمان علشان الوش بتاعه يحمر، وبعد كده هضيفهم على وش الصينيه. انا كده حطيت بيض ولبن علشان اولادي ياخدوا اكبر قيمه غذائيه. البشاميل بتاعنا اهو مفيش لا كلكعه ولا حاجه، ومخدش وقت ولا خد دهون. بشاميل دايت، مكرونه بشاميل دايت. النهارده معانا وصفتنا مكرونه بشاميل دايت، جربوها. مش معنى ان احنا عاملين دايت او عاملين نظام غذائي ان احنا نحرم نفسنا ونحرم اولادنا من الاكلات اللي بيحبوها. طبعا مفيش حد ما بيحبش المكرونه بشاميل. هنبدا هنا نجيب بقى طبقه من البشاميل على وش المكرونه، بنغطي بيها الطبقه كلها. عايزه تحبي تخليها كده اوكي كده خلصت، تدخل الفرن على طول. عايزه تحطي فيها جبنه مفيش مشكله، دي طريقه تانية. بعد ما عملت الصينيه الثانيه بعد ما حطيت المكرونه وعليها اللحمه، عندي جبنه شيدر فحطيتها فوق الجبنه فوق اللحمه، وهحط طبقه المكرونه الثانيه فوقيها. عايزه تحطي المكرونه الجبنه فوق الوش بعد البشاميل مفيش مشكله، عايزه ما تستكفي بالبشاميل بس. كل دي تكات انت بتعمليها بنفسك انت في الاكل. يعني الخطوه دي صينيه كانت كده، والصينيه الثانيه حطيت فيها الجبنه. ادينا نفس الخطوه بنغطي بيها وهنكسي وشها بالبشاميل. هندخلها بقى الفرن زي ما انتم شايفين كده، طلعت احلى صينيه مكرونه بشاميل دايت. ما تنسوش مكرونه بشاميل دايت اللي بيحبوا الاكلات الجميله كده دي وحارمين نفسهم بسبب الدايت. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لنا لايك للفيديو وشير لحبايبكم واصحابكم لو عجبكم، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصل مننا كل جديد. والتعليقات يا حبايبي التعليقات اعرف منها الوصفه بتاعتنا عجبتكم ولا لا. ادي وصفتنا النهارده مكرونه بشاميل حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.